الرحمن الرحيم، معاكم اخوكم نور الحق من معرض غصن الزيتون. النهارده بنسلم عربيه سوبر بلس اس زد موديل 2022، العربيه كامله. النهارده بنسلم الازار الرابع للاستاذ شعبان من محافظه كفر الشيخ. حابين بس نعرف رايه في المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض ورايه في العربيه. اول حاجه، ايه رايك في العربيه؟ العربيه بسم الله ما شاء الله، الناس يعني مش متاخره في اي حاجه فيها، عربيه كامله كل شيء فيها، ازاز كهرباء، وحده رفع، منع السرقه، طبعا الكشافات الجديده اللي نازله ديت، الكاوتش والجنط. الناس يعني في قمه الاخلاق والاحترام بصراحه، والتسليم ما بياخدش حاجه معاك هنا بصراحه يعني. تمام. او طيب، ايه رايك في المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعامله؟ المعارف. بسم الله ما شاء الله، يعني الناس زي العسل، مش متاخرين في اي شيء بصراحه يعني. محدش قصر معاك في اي لا حاجه؟ لا 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 لا، دفعت واستلمت وانت واقف على طول؟ دفعت واستلمت، ما فيش، انا 10 دقايق يعني، كل اللي خد مني وقت هي المسافه بتاع الطريق بس. تمام. وانت عرفت طريق المعرض منين يا حاج شعبان؟ انا طبعا كنت متواصل معاكم على القناه بتاعتكم، وطبعا اتصلت على الناس، ما تاخرتش عليا، وصفت له كل حاجة، ما تأخروش يعني بصراحة. اللي انت لقيته على القناة واللي الناس بتعرضه، ليه جيت لقيته على الواقع؟ هو نفسه بالظبط، والناس عندها أرخص سعر موجود هنا في القاهرة، موجود عندهم إن كان قسط أو كاش، والناس بصراحة يعني معاملتهم زي العسل. تمام. وانت دلوقتي من محافظة كفر الشيخ، قلت دلوقتي للناس انا عايز ارخص العربيه، الناس قال لك ما فيش مشكله؟ قال لك الترخيص عندنا ما فيش اي مشكله خالص، لو عايز ترخص دلوقتي اهوت وتطلع بقى الصبح عادي، ما فيش اي مشكله خالص مرخص. طب الناس اللي بتتابعنا دلوقتي يا حاج شعبان، تحب تنصحهم بايه؟ طبعا اي حد عايز يجيب اي عربيه زيرو او مستعمل، من غير ما يفكر ومن غير ما يسال اي حد، يجي عند غصن الزيتون هنا. تمام. اهو في النهايه يا حاج شعبان، بنتمنى من ربنا ان يديك خير وفيك شر ان شاء الله، ما تحرمش من ذوقه. وطبعا الناس ده مش عايزين نتكلم تاني، الناس ده في قمة الاخلاق، ومواعيدهم يعني سابقه، الصيت بتاعهم سابقهم وكل حاجه. تمام يا حاج شعبان، بنتمنى من ربنا يديك خير وفيك شر. الله يخليك. ماشي ماشي يا صاحبي، ماشي، ما تحرمش من